محمد النني النهارده بيشارك في الدقيقه 85 في ارسنال وتشيلسي ديربي لندن، وعودا حميدا ان شاء الله كده ربنا يوفقه الفتره اللي جايه، ونشوف النني يعني مستواه يزيد، لان انا يمكن عملت اكتر من فيديو قلت النني مستواه محتاج تطوير، محتاج تطوير جدا في الشكل الدفاعي، هو بيلمس لكن محتاجين يلعب لقدام ويشوط وكده، وهو عنده المقدرة وعنده اللياقة البدنية اللي تقدر تساعده. المهم مبروك النهاردة الأرسنال بيتشبث بالصدارة، ويبدو أن السباق السنة دي محسوم خلاص، مان سيتي والأرسنال النهاردة الأرسنال بيفوز على تشيلسي، وفي مباراة أنا شايفها كانت تكتيكية بحتة من الفرقتين، لكن الفكرة ان الدوري السنة دي هيبقى صعب جدا للسيتي، الارسنال ماشي واحدة واحدة وعينه على الدوري، ومش هيفرط في الانطلاقة القوية مع ميشيل ارتيتا، وانه ماشي سياسة الخطوة خطوة، ودلوقتي بيتصدر قمة الدوري الانجليزي، فيبدو ان السباق السنة دي خلاص محسوم ما بين مان سيتي والارسنال على صدارة الدوري الانجليزي. فالنهارده يمكن شفنا المباراة النهارده الارسنال كانت رغبته اكتر في الفوز، الارسنال يمكن الشوط الاول كان دفاع بحت من الفرقتين، يمكن شفنا فرصة واحدة بس اللي قلنا لجيسوس اللي هي لعبها غلط، انا شايف انه لعبها غلط، يمكن تعليق كابتن محمد ابو تريكة انه قال لو ما يلعبهاش كده المفروض، هي فعلا المفروض يثبت راسه في الزاوية اللي هي جاية منه تبقى افضل واقوى وهيقدر يوجهها. فانا شايف ان المباراة تشيلسي ما عملش اي حاجه، ما شفناش اوباميانج، احنا شفنا الارسنال النهارده وفي جبهه قويه جدا يا جماعه، يمكن شفنا النهارده الارسنال بيلعب وايت وصليبه وجابريل وزينشينكو، وطبعا ثلاثه نص الملعب اللي هم اوديجارد وبارتي وتشاكا وساكا وخيسوس ومارتينيلي، ده شكل الهجوم بيلعب 4-3-3، بس اللاعب كان في ارتداد في الدفاع للفرقتين، يمكن شفنا تشيلسي بيدافع دفاع وبيعتمد عايز يشوف فرصه للارسنال يلعب المرتدات، والارسنال كذلك النهارده، بس رغبه الارسنال كانت افضل واقوى، ويمكن الارسنال طبعا النهارده لعبنا طبعا تشيلسي لعب ب سيلفا وتشالوبا وطبعا ماونت وجورجينو وكوكوريلا لعيب كبير يا جماعه، بس مفيش جبهه معاه، ولعب النهارده ستيرلينج وباميانج وهافريز. الماتش كان تكتيكي بحت، الماتش الاثنين كانوا مقفلين على بعض النهارده، وكانوا الاثنين بيحاولوا يستغلوا المرتدات. الماتش كان تكتيكي، لو بصينا المباراه الفرص قليله قوي للفرقتين، يمكن هي فرصه واحده عرضيه كمان اللي كانت في الشوط الاول اللي قلنا عليها اللي ضيعها جيسوس، كانت ممكن تكون هدف، لكن المباراه الفرص قليله، الضغط كتير، التقفيل المساحات، الاثنين كانوا مقفلين. انا اللي عجبني المباراه النهارده جدا وايت يا جماعه، لو احنا بصينا للارسنال، كل هجماته في البدايه كانت يبقى هو من وايت، تخيلوا الباك لما يبقى عندك سيرد باك بيبقى هو بيلعب النهارده 4-3-3 الارسنال النهارده، فشفنا وايت وساكا هي الجبهه الوحيده اللي كانت متحركه النهارده، وكانت في جبهه قويه، ووايت يمكن كل الفرص كانت بتبدا من عند وايت، والنهارده كمان مفتاح هجمات، قلنا مفتاح هجمات الارسنال كان عند وايت، ما شفناش اوباميانج النهارده مش موجود، يعني ما اداش احساس لجماهير الارسنال ان هي تندم انه مشي، اللي كان في حذر دفاعي من الفرقتين، الاثنين مقفلين جامد جدا على بعض، الاثنين قاريين المباراه، الارسنال مش عايز يفرط ومش عايز يخسر، بس رغبته اكتر في الفوز، ولان طبعا الجوله 13 31 نقطه، النهارده هيبقى 34 هيتصدر الدوري بنقطتين، فالنهارده الارسنال فوز مستحق. طبعا شفنا النهارده ما شفناش جورجينو وماونت في نص الملعب، ما شفناش اي حاجه النهارده، تشيلسي يا جماعه ما فيش ديناميكيه في الملعب، ما فيش كده الجمل التكتيكيه، يعني احنا مثلا لو قلنا في الارسنال شفنا وايت وساكا، وطبعا والنهارده كمان نص الملعب النهارده لو بصينا هنلاقي اوديجارد وبارتي وشاكا عاملين شغل كبير جدا، مقفلين في نص الملعب، ما شفناش جورجينيو، يعني المواجهات النهارده لو بصينا جورجينيو وماونت وتشيك على شاكا وبارتي واوديجارد، لا الافضليه كانت للثلاثي نص ملعب الارسنال، والارسنال كان ضاغط
بيلعب ضاغط على تشيلسي، لكن هي المشكله الوحيده ان ما كانش فيه تنوع. يعني النهارده ما شفناش عرضيات كتير، ما شفناش تصويبات كتير، ما شفناش استغلال المساحات في الفرقتين. الارسنال بيهاجم، ما شفناش هجمات نقل هجمه بسرعه من تشيلسي، وبرده كالتالي برده كان في بطء في نقل الهجمه للارسنال. المباراه كانت تكتيكيه مقفله، كان يعني حتى الهدف اللي جه لشاكا، الهدف الوحيد اللي جه كان لساكا في الدقيقه 62 كان من عرضيه كورنر ودربكه عدت دخلت. لكن الفكره ان الاثنين كانوا مقفلين، الاثنين عاملين دفاع منطقه جامد قوي، الاثنين عندهم قدرات دفاعيه قويه، لكن ما كانش النهارده شفناش الكره الهجوميه اللي الارسنال. بس رغبه الارسنال زي ما بقول كانت افضل. الارسنال عاوز، الارسنال النهارده ساكا وخيسوس وجيسوس ومارتينيلي، دول الثلاثي الهجومي اللي بيعمل شغل كبير قوي. مارتينيلي بحرفنته وسيطرته والكنترول على الكوره، خيسوس وثقته والسرعه والترقيص لكن انا هفضل اقول يا جماعه ان الارسنال محتاج راس حربه، محتاج واحد في مركز تسعة قوي، لان الثلاثه اللي قدام تحس ان هما برضو مش هدافين، مش عجول بقوه زي ما مثلا نقول هالاند ولا ليفاندوفسكي. وخصوصا الارسنال محتاج ياخد، يعني بيلعب على بطوله، فهو محتاج مهاجم صريح، مهاجم يترجم تحركات ساكا وخيسوس ومارتينيلي. لان خيسوس انا بقدر اقول بيصنع جناح اكتر منه راس حربه. الارسنال فوز مهم جدا، وثلاث نقاط مهمين جدا في صراع الدوري اللي خلاص هيبقى شفنا فرحه المان سيتي امس، والهدف اللي في الدقيقه 95 من هالاند بيقول لك قد ايه السنه دي الموضوع صعب. السنه دي الدوري مش بالسهوله زي السنين اللي فاتت، او يمكن السنه اللي فاتت يمكن بفرق نقطه، لكن السنه دي لا، الارسنال مكمل، والارسنال بيمشي خطوه. ارتيتا بيقرا الفرق اللي قدامه، بينزل بطريقه كويسه جدا. المباراه يعني احنا النهارده لما ما شفناش اي شغل هجومي لستيرلينج ولا اوباميانج ولا هافرز، ما شفناش اي جمل، ما شفناش. يعني انا قلت وايت وساكا، وهنا كمان زينشينكو كان مع مارتينيلي في جبهه، وكان امتى مارتينيلي يضم للداخل وزينشينكو يطلع، كانت متقفله. اي نعم ما كانش في، ما شفناش كره حلوه، ما شفناش النهارده الماتش يمكن غابت عنه الفرص، غابت عنه لان ما فيش مساحات، الاثنين مقفلين، الاثنين بيرتدوا بسرعه جدا. قلنا في الدفاع، الهجوم ما شفناش تصويبات. وعلى فكره يا جماعه المفروض في الفرقه الكبيره زي دي لما تلاقي تكتلات دفاعيه تضربها بالكرات العرضيه بال1 2 وال1 3 بالتصويبات. المهم النهارده شفنا ديربي لندن، الارسنال والصداره، ثلاث نقاط يستحقها عن استحقاق النهارده برغبه ميشيل ارتيتا وفرقته. النهارده رغبتهم في الفوز اكتر. تشيلسي ما عندوش، كان قليل الحيله، ما شفناش النهارده تشيلسي له شراسه هجوميه، ما شفناش ضغط، ما شفناش استخلاص للكره بسرعه، ما شفناش مرتدات سريعه، ما شفناش النهارده اجنحه تشيلسي لكوكوريلا في الناحيه الهجوميه، ولا شفنا ماونت، ولا شفنا تشيك، ولا جورجينو النهارده، حتى ما شفناش جورجينو، مهاره جورجينو انه يروح ويشوط، ما شفناش ستيرلينج، ما شفنا. يعني بصراحه تشيلسي كان خارج الخدمه النهارده دفاعيا بحت، ما شفناش النهارده شغل تكتيكي من تشيلسي قد ما شفنا الشغل العالي جدا من ميشيل ارتيتا، انه بيحافظ على دفاعاته، وازاي ضغط تشيلسي قدام، وازاي انا عارف بعرضيه مش بكره. اقدر اقول لك النهارده كمان كجمله اتلعبت، الفرص قليله في ماتش لان الماتش غلب عليه الطابع الدفاعي، بس الخلاصه ان هو بيمشي واحده واحده تاتا تاتا. واهم حاجه الثلاث نقاط للارسنال. الارسنال في ديربي لندن وستانفورد بريدج النهارده بيعلن ان يمكن الخامس، خلاص الخامس اللي صالح للارسنال، اخر خمس مواجهات للارسنال، رقم قياسي كبير للارسنال النهارده ومشيل ارتيتا. المهم الدوري هيولع، وبعد الماتش ده يا جماعه في ماتش كمان ضرب نار، هنشوف بقى ابو صلاح وهنشوف ليفربول قدام توتنهام، ماتش حلو. المهم ما تنسوناش باللايك والشير والكومنت، واسمع تعليقاتكم في القناه، وكل عام وانتم بخير، ويا رب تكونوا دايما بخير، ونشوفكم على خير، والسلام عليكم.